عرفت علاش؟ حتى مدينه اول حاجه مدينه عريقه، مدينه قديمه، مدينه اسفي، وهي الاولى. خاص يكون فيها واحد الشاطئ زوين، يكون شوانت مقادين، نشوف فيه غير الفايونس اللي دايرين، ما عرفتش شحال من مليار هنايا دايرين فايونس 4 ريال. وما نكذبش عليك، بالنسبه للعصي بي انا مستافدين منه والو. هما في هاد الحينه في دايرين فيستيفالات وداك الشيء، الشواط ما مقادينش، فوسفات الدخان ديالهم كل صباح فايقين الدخانات خرجوا علينا كاع. يعني ضاعت بزاف ناس، مساكن مرضوا بزاف، مرضوا مساكن بي يعني بهذا المرض. المهم ولا فيهم الكونسير بهذا، يعني غالبة الناس بزاف في هذه المدينه كيموتوا بالكونسير، كيجيو في الراس حساسية، يعني بزاف الحاجات، يعني الناس ضرات. وكنشاهد ان الناس كيمشوا العيادات بزاف في مراكش بالمرض، مرض كثرتهم كونسير كلشي، كل مرة سببهم هو الوزين. شنو السبب؟ الريحة كارهة كتمرض كل واحد، كتمرض كبير وصغير. ما استفدناش، حنا غنستافدو من الناس اخرين اللي فوق منا كاع. وكنطالبوا من جلالة الملك يدير واحد الدورة في مدينة اسفي، حيت اسفي مدينة زوينة وفيها او سي بي، كاين الطاقة، كاين الفابريكات. واسفي كانت فيها 120 فابريكة، المدينة اللي كان فيها 120 فابريكة ديال السرديل، واش فهمتيني؟ يعني كانت واحد مدينة عريقة، ولكن كلشي مات، معرفتش علاش كلشي مات، كلشي مشى في رمشة عين. المدينة ديما في التراجع، دايرين المظاهر ديال تيتبان انها ناشطه وداك الشيء بهاد المهرجانات. اما الناس اللي خصها يعاونوا في السكن والناس اللي مراض، هادشي ما كاينش. النساء يعني كثرت بعداك، اللي مرضوا بزاف هما النساء، مرضوا بالراس بزاف، يعني كلشي بزاف الناس كيتشكاو يعني بالراس. دابا هي تقريبا غالبة الناس دابا اما كيدبوا عندنا حنايا واحد الدكتور المسؤول اللي جا كنتخبوا عليه وكذا، ما كيداش في الناس ديال الاسفي، حتى حد ما كيتسوق الناس ديال الاسفي. كانت في الوجه الدكالة عبدة، كان كتستافد غير عبدة غير دكالة، ما اسفي ما تطورت من حتى شي حاجة. وعاودتني ولات جات مراكش اسفي، والشباب ديال اسفي مساكن ما مستافدين والو. انا كاينين دراري صغار كيباتوا في الشوارع، واسفي راه تقدر تصير على شحال من دولة. اسفي راه عاد واحد المدخول كبير، فهمتيني؟ راه كاين الفوسفات وكاين المرصة وكاين السرديل، الحوض كيمشي من اسفي كيمشي لبرا، واش فهمتي؟ بعض المرات هنايا كيوصل السرديل في ايام، فهمتي، ايام اسفي ملي كانوا الناس ديال اسفي الاولين، كان السرديل كتباع 20 درهم في الصندوق، واش فهمتي؟ يعني جرام للكيلو، واش فهمتي؟ جرام للكيلو كانت تتباع. دابا لا، دابا مشى داكشي، دابا مشى داك الخير ومشى، ما عرفتش علاش. هادشي ديال المهرجان وهاد الرفاهيه وهاد الكماليه تجي من بعد. اما دابا خصنا حنا نهتموا بالشباب ونهتموا بالناس المعوزين والمبانو، خير دليل على هاد الديور اللي هنا تيريبوا وعطاو وعود، وحتى هاد الشيء ديال الوعود فيها إنا صراحة المستافدة، يعني اللي مستافدة هي مراكش. دابا إلا بغينا غير ندوزو كنمشيو لمراكش، أي حاجة بغينا كنمشيو نديرو حنا كانت مدينة، يعني ماشي أنا ما عنديش مستوى دراسي باش غادي نقرا، يعني غادي نقول لك، ولكن هاد المدينة يا أسفة على مدينة أسفي، يعني هاد المدينة راه كانوا فيها الرجال، هاد المدينة أصلا راه عندها تاريخ ما معروفاش، فيها ناس زوين كيديروا لاباس هنا، يعني وهاد المدينة صراحة ضاعت بزاف، بحال شي كانت واحد المرة كتعطي وفي الأخر ما بقى يعطيها حتى واحد، يعني هي اللي كتعطي وما كتشدش. نقول لك فلوس الله أعلم فين كيدوها، باش ما الناس فيهم كثر فقراء، كثر ديال الناس اللي كتشوف هادو هنا كلهم فقراء. باش عليك ما عرفتش، انا ديما كنصور راسي علاش هاد المدينه ما هلينش فيها، مدينه مهجوره، مدينه وهاد الحلاقي كانوا في ايام زمان كانت تستافد منهم مولين الصناكات بيا وشريك، مدينه مروجه، ولاو كيجروا على صحاب فراشات، ولاو كيجروا على صحاب الحلاقي، ومن تما المدينة تهجرات بزاف، ما بقاش ديك الفاكونس كانت تيجي. هذا جواب تعرف فيه كلشي، يعرفو الخاص والعام، من تيكون معمل من هذا النوع من هذا وما مستافدش، راه كاينه إنا، هاد إنا كاينين لصوص، كاين اختلالات بزاف، هادشي باين، علاش غنبقاو نغطو هادشي باين، من تيكون هاد المعمل هو أكبر، وهذا هو مورد زعما ديال الطاقة اللي عندنا في المغرب، ومع غير البحر ومع غير هادشي وأسفي في هذا، واخا يتسمى حاضرة ولكن ما عندها ما حاضرش. كتمشي في الفستيفالات في الملاهي القصير في الشطيح والريح، فهمتي؟ والشعب مسكين كيموت.
انا حاجه واحده اللي كيوقع فيا بيني وبينك بصراحه، ما انا ما بغيت من الدوله والو، فهمت؟ ما بيت لا طوموبيل، ما بيت لا فيزا لاوروبا، ما بيت لا خدمه لا والو. انا مقاتلين مع الوقت الحمد لله والشكر لله، تزادينا رجال فهمتي، ولدونا رجال. انا اللي كيبقاو فيا هاد الشباب اللي كيمرضوا بالسرطان وما كيعقل عليهم حتى واحد، فهمتي؟ بالخصوص مدينه اسفي، فهمتي؟ مدينه اسفي كاين شباب كيمرضوا بالسرطان بحال واحد الشاب امين كان بطل المغرب مسكين، باقي صغير ودريري زويين متخلق ومرض السرطان ما كاينش العقل عليه، فهمتي؟ ما كاينش، هو مات مسكين الله يرحمه في هذا النهار اليوم، ما كاينش عقل عليه. وكنطلبوا من المسؤولين يحاولوا يهديهم الله ويحاولوا ديك الثروه ديال البلاد تقاد تفرق على اي مواطن. كاينين الناس محتاجين، كاين اللي ما عندوش سكر، كاين الناس كتموت بجوع والله العظيم. كاينين عائلات مثلا فرندين، كاين بعض العائلات ما كيلقاوش باش يفطروا، فهمتيني؟ يعني الناس كتفطر هنا كتفطر هنا، كاينين عائلات والله العظيم في هذه المدينه ني ما تلقاوش باش يفطروا، فهمتيني؟ يعني ازلافه ديال الحريره بيضاء شباكيه ما عندهمش، فهمتيني؟ ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.